أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى. هذه أبرز عناوينها. بمشاركة شخصيات دبلوماسية وحقوقية وإعلامية من أزيد من 53 دولة، مدينة أكادير تحتضن الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي الصحراء نموذج الأمم المتحدة، مناسبة لإبراز الدور الفاعل للمغرب في تدبير الأزمات. بالعاصمة العلمية فاس تكريم خاص حظيت به مجموعة من النساء اللواتي يشتغلن في سلك القضاء والبحث العلمي وريادة الأعمال وفي العمل الجمعوي. أول ألعاب بارالمبية إفريقية سيستضيفها المغرب سنة 2020، واليوم تم برباط التوقيع على اتفاقية بين اللجنة البارالمبية الإفريقية والجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين بشأن تنظيم هذا الحدث. أهلا بكم. وبداية، يمثل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بدكار في مراسم تنصيب الرئيس السنغالي السيد ماكيسال. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد بعث ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد ماكيسال بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية السنغال، واعتبارا لما يوليه جلالته من أهمية لتوطيد هذه العلاقات المتميزة، أكد جلالة الملك لفخامته حرص جلالته القوي والراسخ على مواصلة العمل سويا لتعزيز الشراكة المغربية السنغالية والمضي بها إلى أعلى المستويات لما فيه مصالح الشعبين الشقيقين وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للقارة. المؤتمر الدولي الصحراء نموذج الأمم المتحدة في دورته الثالثة ينعقد بمدينة أكادير على مدى 5 أيام بمشاركة شخصيات دبلوماسية وحقوقية وإعلامية من أزيد من 53 دولة. ينكب هذا المؤتمر على مناقشة مجموعة من القضايا الكونية الخاصة بتدبير الأزمات والهجرة وصيانة حقوق الإنسان إلى جانب قضايا المساواة والتنوع الإعلامي والثقافي وتدبير الطاقة وحماية المناخ. المتابعة مع الحبيب العسري المعتصم بالله البعثوي وعبد الإله الشهاب. حقوق الإنسان وقضايا الهجرة والتنوع الإعلامي والثقافي من بين محاور الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي الصحراء نموذج الأمم المتحدة. هذا مشترك إنساني جامع يجمع شباب العالم، يستطيعون من خلاله الخروج بمجموعة من التوصيات لمجموعة من المشاكل التي تناقشها أجهزة الأمم المتحدة، وهي فرصة لممارسة العمل الدبلوماسي وتأكيد على القوة التي تلعبها المملكة المغربية كفاعل إقليمي ودولي. المغرب منذ استقلاله دأب على أن تندرج سياسته الخارجية على وتكون مبنية على المبادئ التي نشاطرها مع الأمم المتحدة، وهي الدفع بالتي هي أحسن، وهي الحوار، وهي المفاوضات، وهي الإسهام في الأمن والسلم الدولية. الدورة يشارك فيها ما يقارب 400 مشارك يمثلون أزيد من 53 دولة. هذا المؤتمر ليعتبر مؤتمر نادر ونوعي في المنطقة العربية، ليناقش قضايا مهمة وقضايا حساسة تمس المواطن، تهم الناس العرب الموجودين. إضافة هناك نقطة أساسية أيضا لهذا المؤتمر، هو يشجع على التشارك بين المجتمعات المحلية والوطنية مع المجتمع الدولي في حل كثير من القضايا الراهنة وقضايا الساعة. أبرز هذا المؤتمر ترسيخا واضحا لمبادئ الدبلوماسية الديمقراطية الفاعلية لدى الشباب في الحوار، في التشارك، في التباحث في قضايا الواقع العربي، وإبراز وترسيخ الانتماء والمسؤولية حيال هذه القضايا. دورة هذه السنة التي تقارب مواضيع تدخل في إطار عمل أجهزة الأمم المتحدة تسعى إلى تشجيع الشباب لتطوير قدراتهم الاقتراحية فيما يتعلق بالقضايا الراهنة.
في العلاقات المغربية الأوروبية، قرر مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا المنعقد اليوم في جلسة علنية بستراسبورغ، قرر منح المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، وتمت المصادقة على القرار بأغلبية ساحقة ب 140 صوتا مقابل صوت واحد وامتناء عضوين عن التصويت خلال الدورة 36 للمؤتمر الذي ينعقد حول الموضوع عمداء من أجل الحفاظ على الديمقراطية، بحضور وفد مغربي من مستوى عال يضم منتخبين محليين وجهويين وكان ممثلين عن المديرية العامة للجماعة المحلية التابعة لوزارة الداخلية والقنصلية العامة للمغرب بستراسبورغ. وبموجب هذا القرار الذي تم التصويت عليه بأثر فوري، ستمنح للوفد المغربي 6 مقاعد لممثلين و6 أخرى لنائبيهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، وهي هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية ل 47 دولة عضو بمجلس أوروبا والتي تضم 200,000 جماعة. ونبدأ أولى محطات الحدث الدولي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها لمخيم شمال مدينة القدس المحتلة، كما أصيب 3 فلسطينيين آخرين بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال خلال اقتحامه للمخيم، وتم نقل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي، ووصفت إصابة أحدهم بالمتوسطة. وفي تطورات الأزمة بالجزائر، يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقديم استقالته قبل 28 من أبريل الحالي، تاريخ انتهاء ولايته، ليتحقق مطلب أساسي للحشود الكبيرة من المحتجين التي نزلت إلى الشوارع منذ أكثر من شهر. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن بوتفليقة بعد أن عين الحكومة الجديدة سيقوم بإصدار قرارات هامة قبل استقالته من منصبه. خالد الأحمدي. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الاستقالة من منصبه قبل نهاية عهدته الانتخابية في 28 من الشهر الجاري، تعلن الرئاسة الجزائرية. تاريخ القيام بهذه الخطوة لم يتم تحديده. قرار تنحي بوتفليقة عن السلطة بعد 20 سنة من الحكم يعقب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة يرأسها نور الدين بدوي الذي تم تعيينه في 11 من مارس الماضي. ويراد من تشكيل الحكومة الجديدة ضمان سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، وهي الفترة التي ستنطلق ابتداء من تاريخ إعلان بوتفليقة عن استقالته. الحكومة الجديدة تتكون من 27 وزيرا، 8 منهم كانوا ضمن الفريق الحكومي السابق، يؤكد بيان للرئاسة. ومن ضمن أعضاء الحكومة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي تنفي وزارة الدفاع الجزائرية أنباء عن عزله من منصبه. تشكيل الحكومة الجديدة لم يحل دون استمرار المظاهرات أمس في الجزائر للمطالبة برحيل النظام الجزائري. في ملف بريكسيت، حذر كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارني اليوم في بروكسل من أن احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأسبوع المقبل دون اتفاق ينظم العملية. وقال بارني إن بريكسيت بدون اتفاق لم يكن يوما السيناريو الذي يسعى إليه الجانب الأوروبي، لكن دول الاتحاد 27 مستعدة لهذا الاحتمال الذي يزداد يوما عن يوم. وجاءت تصريحات بارني غدا تفشل أعضاء مجلس العموم البريطاني مجددا في اتخاذ موقف موحد تجاه أي بديل لاتفاق بريكسيت الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي العام الماضي. النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت بتركيا حملت أنباء غير سارة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، فعلى الرغم من حلول الحزب في المرتبة الأولى في عدة مدن، إلا أنه خسر عددا من المعاقل المهمة مثل العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول التي يعيش بها خمس سكان البلاد. ورغم الطابع المحلي لهذه المحطة الانتخابية، إلا أنها تكتسي أهمية كبرى باعتبارها أول اقتراع في ضوء الدستور الجديد الذي عرض للاستفتاء عام 2017، كما أن هذه المحطة تعد بمثابة استفتاء حول شعبية الحزب الحاكم.
فيضانات وسيول قادمة من تركيا وإيران اجتاحت عدة مدن عراقية وأغرقتها بالمياه. الفيضانات مست محافظات البصرة ونينوى التي رفعت بها خلية الكوارت حالة التأهب لمواجهة سوء الأحوال الجوية. وقد أدت الفيضانات إلى ارتفاع منسوب نهر دجلة وعدد من الوديان، مما تسبب في إغلاق الطرق ومحاصرة عدد من المساكن والمدارس. حظيت مجموعة من النساء اللواتي يشتغلن في مجالات مختلفة بتكريم خاص بالعاصمة العلمية للمملكة في حفل نظمته جمعية بوابة فاس تخليدا لليوم العالمي للمرأة. التكريم شمل نساء يعملن في سلك القضاء والبحث العلمي وريادة الأعمال والعمل الجمعوي. روبورتاج نبيلة كوميمي، مصطفى الزاهري وعبد الإله الشاب. هو تقليد سنوي احتفاء بكل امرأة أثبتت وجودها ورسمت لنفسها طريقا بخط عريض نحو النجاح والعالمية. هنا نساء تألقن ودفعن عن حقوقهن، فكان النجاح حليفهن. احنا فرحانين ان اليوم كل جمعيات الاعلان، المؤسسات الكبيرة، حتى الامن الوطني ما شاء الله كلهم احتفلوا بالنساء ديالهم، وهذا الا كيدل على شيء هو ان الحمد لله احترام وتقدير المكانة ديال المرأة اللي حاست عليها اليوم في المجتمع. والمغرب ما شاء الله غني بكفاءاته وبشبابه، يحتاج إلى من يأخذ بيده عبر هذه المناسبات التي تركز قيم الوفاء والاعتراف والوطنية الحق. في هذه الأمسية تقاسمت النساء طعم التميز وسط أجواء ملأة بالشكر والامتنان على عطاءات المرأة في مختلف المجالات. الشكر الجزيل لجمعية بوابة فاس على هذه السنة الحميدة التي سنتها لتكريم المرأة المغربية ولتثمين المجهودات التي تقوم بها المرأة المغربية على مستوى كافة المجالات، وكنشكرها كذلك على هذه الالتفاتة. هي التضحية والطموح هي رمز العطاء. بهذه الشعارات احتفل هنا في فاس بالمرأة في شهرها، احتفال استحضر فيه مشوار كل امرأة لم تستسلم لصعاب الحياة عبر مختلف المحطات وكتبت اسمها في عدة ميادين. بإقليم الجديدة جرت عملية تجميع الباعة المتجولين في إطار خطة شمولية. ننتقل إلى موضوع آخر. رياضيا، المغرب سيستضيف أول ألعاب بارالمبيا إفريقية في شهر يناير من سنة 2020. ولاحتضان هذا الحدث الرياضي الذي سيعرف مشاركة 1400 متبار ذكورا وإناثا، تم صباح اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة التوقيع على اتفاقية بين اللجنة البارالمبية الإفريقية والجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين. وتفاصيل مع خالد شخمان والمهدي الشطبي. الاتفاقية التي حضرها وزير الشباب والرياضة رشيد الطلبي العالمي واليونيل دروخا بينتو رئيس اللجنة البارالمبية الإفريقية ينظم من خلالها المغرب أول ألعاب إفريقية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة شهر يناير من العام المقبل. أن المغرب يتوفر على جميع الإمكانيات وفي الامتداد ديال الاستعدادات ديال الألعاب الإفريقية التي سيحتضنها المغرب في غشت. الآن الأشغال جارية في جميع يعني البنية التحتية الرياضية كتاخذ بعين الاعتبار الألعاب البارالمبية الولوجيات إلى غير ذلك. حضر توقيع الاتفاقية رئيس اللجنة الدولية البارالمبية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين والمدير التنفيذي للجنة البارالمبية الإفريقية. وتزرع الألعاب في رياضات ألعاب القوى، رفعات القوة، بارا تايكواندو، كرة السلة، كرة الطائرة جلوس، كرة الهدف وكرة القدم للمكفوفين. سعيد بتواجدي هنا بالمغرب لحضور هذا اليوم التاريخي الذي يستضيف فيه المغرب أول ألعاب بارالمبية إفريقية. نوقع اليوم الاتفاقية بحضور وزير الشباب والرياضة المغربي، ومن خلاله نشكر المغرب على تنظيم الألعاب. هو حدث تاريخي كما قلت، وواثق من نجاح هذه الألعاب هنا بالمغرب. المغرب غادي يحتضن أول ألعاب إفريقية
خاصة برياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهذا يوم تاريخي بحضور كل السيد وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية ورئيس رئيس اللجنة البارالمبية الإفريقية. ومن المنتظر أن يشارك أزيد من 1400 بطل ذكرا وإناثا من مختلف الدول الإفريقية في هذه الألعاب المؤهلة بدورها إلى الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. ولمزيد من التوضيحات في هذا الموضوع معنا مباشرة السيد حميد العوني رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين. مرحبا بكم سيد العوني، وبداية داخل اللجنة البارالمبية الإفريقية، كيف جاءت فكرة تنظيم هذه الألعاب واختيار المغرب لاستضافتها؟ كان المغرب وجنوب إفريقيا اللي بدأوا الرغبة ديالهم في تنظيم أول نسخة من الألعاب الإفريقية البارالمبية، وبعد دراسة الملف المغربي والملف الجنوب إفريقي وزيارة ميدانية للمغرب، فتم أخذ القرار على أساس أن المغرب اللي غادي يحتضن هاد أول نسخة من الألعاب الإفريقية، نظرا لأن المغرب تعرف عنده المنشآت الرياضية اللي فيها سهل باش تتوضع فيها الولوجيات، وكذلك نظرا للنتائج اللي محقينها المغاربة الرياضيين والأبطال البارالمبيين على المستوى لا بطولات العالم ولا الألعاب البارالمبية السابقة، فتم اختيار المغرب بحيث تتوفر على جميع الوسائل اللوجستية والتقنية وكذلك خبراء، لأن هذا الرياضة ديال الأشخاص في وضعية إعاقة تحتاج إلى خبراء تقنيين وطبيين باش يمكن تجرف فيها ألعاب وتجرف في مستوى عالي، بحيث تنعرفوا جميع أنه هذه الألعاب غادي تكون مؤهلة للألعاب البارا أولمبيا طوكيو 2020. وبالتالي المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الإفريقية خذ القرار على أساس أن المغرب اللي غادي يحتضنها في شهر يناير 2020 إن شاء الله. طيب سيد العوني، برأيكم ما القيمة المضافة التي يحملها هذا الحدث الرياضي للرياضة المغربية ولأسرة رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل عام؟ فهاد الألعاب عندها واحد القيمة مضافة لا على مستوى الإفريقي، بحيث أنه أكثر من 40 دولة اللي غادي تشارك في هاد الألعاب الإفريقية، ولا على مستوى الوطني، لأن فنعرفوا المغرب منفتح على الدول الإفريقية، وبالتالي احنا في إطار الرياضة احنا تنساهموا على أساس نشر الحركة البارالمبية والرياضة البارالمبية على المستوى القاري، وخصوصا على مستوى الوطني، فهناك مجموعة من المشاريع اللي تتصف في الاتجاه على أساس أنه الرياضة للجميع، وبالتالي أنه باش نكونوا أبطال، والحمد لله أن أبطال وغادي يزيدوا يكونوا أبطال اللي غادي يشرفوا المغرب ويشرفوا الراية الوطنية في الاستحقاقات الدولية. وهذا كذلك من خلال تنظيم هذه الألعاب غادي تكون فرصة للرياضيين ديالنا باش تكون عندهم أكبر عدد ممكن اللي غيشاركوا فيه، وبالتالي غادي تكون عندهم منافسة، وكذلك حتى بالنسبة للجنة المنظمة وبالنسبة للمنشآت اللي غادي يتم الترميم ديالها باش تستضف هذا الحدث الدولي والحدث القاري، وبالتالي فهي غتكون عندها قيمة كبيرة على الرياضة بصفة عامة ورياضة الأشخاص في وضعية إعاقة على وجه. شكرا لكم على هذه التوضيحات السيد حميد العوني رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين. في المجال الرياضي دائما، نظمت الجمعية الرياضية أسود نواصر بالدار البيضاء النسخة الثانية للدوري الوطني محمد السادس لكرة القدم للفئات الصغرى. الدوري عرف مشاركة 12 ناديا وأكاديمية وطنية من أجل التنافس على لقب هذه الدورة وكذا لرفع مستوياتهم التقنية. حسن زكي ومحمد العربي.
النسخة الثانية من الدوري الوطني محمد السادس في كرة القدم للفئات الصغرى فرصة أخرى تتاح أمام هذه الطاقات الواعدة لـ 12 ناديا وأكاديمية وطنية أتوا لهذا الملتقى لإبراز مهاراتهم ومواهبهم في مداعبة مستديرة والتنافس من أجل نيل لقب هذه الدورة مهارات عالية أبان عليها هؤلاء الصغار خلال هذه المباريات التي تتيح للأطر المشرفة على هذه المدارس الوقوف على المستوى الذي وصل إليه لاعبهم. أنا كان بغي الكرة وني كان صغر كان بغي عزيز علي الكرة وكنت منى المستقبل نكون ولي لعب كبير. كنت منى الدوريات يستمروا لأن فالدوريات كيخليوا اللعبة كياخدوا شوية ديال الاحتكاك كياخدوا تجارب بيناتهم كيقدر كيكون تعارف ونتمنى مستوى يكون طيب في هذا النهار. يجب الاهتمام الكبير بهالفئات الصغرى إلى بغينا الفرق ديالنا تكون في المستوى وتكون كتستافد من الوليدات ديال المغرب. وأنا كنطلب من جميع الفرق باش تقوم بمثل هاد الدوريات. الدوري تنظمه الجمعية الرياضية أسود النواصب للمرة الثانية وتهدف من ورائه لفسح المجال أمام المدارس الكروية والأكاديمية الوطنية لاختبار مواهبها وتمكين الأطر التدريبية لديها كذلك من تبادل التجارب والخبرات والتعرف على جديد التكوين بالنسبة لهذه الفئة العمرية الهامة في تكوين لاعبي المستقبل. ينظم الدوري الوطني محمد السادس في نسخته الثانية من طرف الجمعية الرياضية أسود النواصب واليوم نستضيف 12 فريقا لتباري على لقب هذه النسخة. الهدف هو خلق جو المنافسة والتباري وكما كنعرفوا الفئة الصغرى لها أهمية كبرى في الكرة القدم الوطنية المغربية. الدوري يعد بادرة يحتذى بها من طرف كل مدارس التكوين والأكاديميات ما لها من أهمية في صقل مواهب هذه البراعم وهي بادرة تندرج في إطار الاهتمام بالفئة الصغرى والانفتاح على محيطها الخارجي. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر في نشرة الظهيرة. بمشاركة شخصيات دبلوماسية وحقوقية وإعلامية من أزيد من 53 دولة مدينة أكادير تحتضن الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي الصحراء نموذج الأمم المتحدة مناسبة لإبراز الدور الفاعل للمغرب في تدبير الأزمات. بالعاصمة العلمية فاس تكريم خاص حظيت به مجموعة من النساء اللواتي يشتغلن في سلك القضاء والبحث العلمي وريادة الأعمال وفي مجال العمل الجمعوي. أول ألعاب بارالمبية إفريقية يستضيفها المغرب سنة 2020 واليوم تم برباط التوقيع على اتفاقية بين اللجنة البارالمبية الإفريقية والجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين بشأن تنظيم هذا الحدث. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله.